صباح الخير مشاهدين قناة زاكروس الفضائية وزملائي من داخل الاستوديو من برنامج نسماء زاكروس. اليوم استطلعنا إلى أيهما تميل عندما تأخذ القرار، إلى القلب أم العقل؟ خليكم ويانا. إذا تريد تأخذ قرار بما تفكر أول شيء، بعقلك لو بقلبك؟ طبعا عقلي، لأن العقل دائما يكون عين المنطق. إذا بعض الأحيان إذا يكون القرار قلبك أو شعورك أو إحساسك، ما أعتقد راح تتجه نحو يعني الفعل الصواب. هل يعني في يوم أنه سمعت إلى قلبك وتندمت أو شيء صار عندك هيك شيء؟ لا ما أعتقد، مو يعني قلت لك أنا القرار دائما يكون منطقي بالعقل، فالإنسان ممكن يتخذ قرارات خاطئة تجاه قلبه تجاه عقله. أكو ناس وايد تتخذ قرارات. أمشي على قلبه أحسن، قلب يودي إلى مشاكل وأخطاء. لا لا، إذا تفكر بشيء بعقلك. لا مو بالعقل، بالقلب. زين، فكرت في يوم بعقلك وصار شيء غلط؟ إيه خطأت هواية، كل شيء بحياتي، تجربة بعمل بحب بأصدقاء بكل شيء. الحب بالقلب. ها؟ إذا تحب يعني بقلبك أكيد. ليش قلت لك أمشي ورا قلبي؟ مشيت ورا عقلي وما حصلت، مشيت ورا قلبي. هو كل قرار وكل موضوع يخص مكان معين، يعني إذا موضوع يخص الحب أو علاقات عاطفية لازم آخذها بقلبي. لأنه لا إرادية من وحدك تتأخذ بقلبك، بس إذا موضوع لا يخص شيء عام لا بعقل أكيد. شو وقت غلطت من أخذ التفكير بشنو، بقلبك لو بعقلك؟ لا بقلبك. غلطت؟ كلش غلطت وتندمت. وبعدين راح تفكر بعقلك يلا تأخذ؟ لا بعد ما أفكر أبد ما أفكر. إذا اتخذت قرار تأخذه بقلبك لو بعقلك؟ أكيد يعني بعقلي، بس مرات تصير قرارات بالقلب ودائما تكون خاطئة. يعني أخذت بعقلك وغلطت؟ العقل هم بس دائما يصيب، يعني الإنسان من يفكر بعقله أكيد دائما يصيب بقرارات، يعني راح الصح من الغلط. القلب دائما العواطف تتحكم بالقرار، يعني فيا أما يصيب يا أما يخيب، بس على الأغلب يخيب إذا القرار كان بالقلب. طبعا بالعقل، العقل يمشي، هي العقل هسه المنطق. وشو يقول المنطق؟ المنطق يمشي على العقل لو على القلب، مو صحيح؟ فحياتنا لازم كلها تمشي بعقل. يعني أخذت قرار بعقلك وغلطت فيه؟ هواية، بس مو أنا غلط، يعني الظروف خلتني أخطأ، الظروف. وإذا بقلبك لو أبد بس بعقلك؟ والله أنا من أنا صغير كله بالعقل، بس نوبات قلت لك الظروف المحيطة بيك يعني تنجبرين شو تسوي، خصوصا هاي ظروف البلد اللي مراني بيها، ماكو إنسان يتمنى وصار يعني. Yeah.